سؤال محرج. أنا مضبوط ساكن في نوفا جليل مش في الناصر، بس بشكل عام الوضع مؤسف، النظافة معدومة. بقت على السياحة أكيد، لأنه منظر كتير مش حلو للسواح اللي بيجوا، اللي يشوفوا الوضع اللي احنا فيه ويشوفوا منطقة الناصري اللي هي منطقة البشارة كيف بيحكوا عنها، يشوفوها بوضع من هالشكل جد مؤسف. وضع كل ماله المأساوي اللي وراه، يعني هذا الوضع ما كانش هيك بالتسعين، من 2000 ولجاي الوضع بالناصر لطف والنظافة لطف. يعني احنا اشتغلنا على زمن ابو الامين، على زمن رامز بالتسعينات، حرب الخليج كان كل شيء بسيطر، والناصر كانت الحمد لله منيحه. اليوم كيف بتشوف النظافه بالناصر وبتشوف؟ لا لا فيش النظافه معدومه هون بالناصر. اول شيء عيب تكون هيك مدينه من هالشكل، يعني لا تليق بالناس تيجي الضيوف من برا وشوفوا هي النظافه الوسخ هذا، لا مش مزبوط. طلع بالمنظر العام كيف انا شايف انه الحق علينا احنا، عشان احنا بنحط السطل فاضي بنحط الزباله ما حد السطل. هو مشكله بالتربيه بالتوعيه، يعني البلديه في حق على البلديه شوي، مرات بتاخروا بلم النفايات. اما انت فرجتوني فيديوهات، كيف انا شفت الفيديوهات للنظافه السطل فاضي والناس رامي ما حد السطل، المشكله هي صارت بالناس هاي. قديش بتشوف الناصري مدينه نظيفه او لا؟ بشكل عام في تعوقات بالتنظيف، يعني انا باجي الصبح انا كصاحب محل بفتح المحل بلاقي وسخ على الارض، انه زي البلد مش مكنس، يعني زي كانت مهجوره. بالاول احنا بنتشكر القناه عندكم، لانه قاعدين بتبثوا مواضيع اللي هي عن جد متعبه ومتعبه كثير للناس، يعني الناس اللي عايش هون بالبلد قاعد بشوف هاي الامور قديش هي صعبه. منها شغله النفايات، النفايات كثير كثير موجوده. يعني اول شيء بعرفش انه مين السبب، بس هو لازم يكون في نظافه اكثر، وفي كثير اشياء لازم تتغير في البلد. احنا يعني اللي بستغرب منه المسؤولين عن هاي الاشياء بمركوش من البلد، مش عايشين بالبلد، مش شايفين الاشي. اسا ممكن يوم انا باجي بنتقد الوضع، فاهم شو بيجي بطلع بقول وين هذا، منين بحكي هذا، معناته معقول الاشي اللي بحكيه؟ يعني احنا كلياتنا عارفين، بس عندنا مشكله قبل من هاي انه احنا بنخاف نحكي او بنحبش نعبر. احنا اليوم عشان نحل هاي المشكله لازم نتوجه للمسؤولين، المسؤولين اللي قاعدين بالبلديه وقاعدين ورا الكراسي لازم يطلعوا يشوفوا شو الاشي الموجود برا. حتى لو هن اليوم بيجي ببعثوا شغيل اللي بتنظف او ببعثوا سيارات زباله تقيم او شو ما كان يكون، لازم يكون في رقابه على الاشي. الاشي اللي موجود ممكن، يعني مش ممكن، احنا بنشوف انه بيجوا بلموا زباله، بس الاشي شيل ضعيف جدا ضعيف. اليوم لازم يكون في رقابه على الناس اللي بتشتغل، لازم يكون في رقابه على اي شغله. اليوم احنا كلياتنا، وانا بقول لك انا عايش بالشارع وسامع وكل يوم بسمع اشياء جديده وكل يوم. وانا أنت لما جيت جربت تعمل مقابلات، في ناس كثير خايفه تحكي الحكي وخايفه تعبر عن رايها. انا تبرعت احكي لانه لازم يصل الوجع، الناس موجوعه من هذا الموضوع. احنا بنتوجه للمسؤولين عبر القناه تاعتكم، انا بعرف انه القناه تاعتكم مسموعه من رئيس البلديه ومن كله بسمع وكله بشوف. اطلعوا يا عم على الشارع، شوفوا شو الوضع الموجود، صلحوا الاشي. الناس الاشي مش ببلاش، احنا اليوم قاعدين ندفع خدمات، واحده من الخدمات هي النظافه. احنا مش ببلاش كمان مره، احنا بندفع كلياتنا اليوم ندفع ارنونه، وبندفع الارنونه هي عباره عن خدمات. انا هاي واحده من الخدمات، من حق انه اخذها، من حق كل مواطن في الناصري يشوف الاشي. بدناش ان انت احنا نيجي نقول مقارنه بين الناصري او تيجي تقول على نصيره عليد او على اي بلد تاني. انا بهمني بلدي، انا بهمني الغريب لما يجي، انا هون كصاحب مصلحه لما بيجوا عندي سواح يوم السبت او الجمعه يوم السبت اللي بيجوا غربيه كثير من بلد من الوسط اليهودي، عندي هاي الشغله بشوفوها كثير وبيجوا بينتقدوا. ياش بدي احكيها بالعبراني شو بحكوا، ياش لخم عير يفا افال اني كيون، وهي لازم تصل للمسؤولين.